الليتشرر اوت لاين، ان العناوين الرئيسيه في المحاضره هذه اللي هي حنحكوا على شنو هو الويل والكومبليشن، وشن يعني وشن مفهومه. الجزء الثاني هنطرقوا له في المحاضره اللي هو اهداف الويل كومبليشن، وعلاش نحن نديروا في حاجه ويل كومبليشن، والويل كومبليشن هذا شنو يعني لنا نحن في الهندسه النفطيه. الجزء الثالث اللي هو يحكي لي على العمليات اللي تصير في الويل كومبليشن، او العمليات اللي تتضمن يندرجن تحت مسمى الويل كومبليشن، هو استكمال الابار. اخر حاجه حننهي بها الاعتبارات المطلوبه في كل بيئه انا ندير لها عمليه استكمال. مقدمه عامه قبل ما نخش على الويل كومبليشن، وقبل ما نبدا في الويل كومبليشن شنو هو وانواعه والاليات بتاعتها كلهن، لابد ان احنا نعرفوا الاقسام بتاعت الهندسه النفطيه. مجمل العام الهندسه النفطيه تنقسم ثلاث اقسام رئيسيه، اللي هو البتروليوم ريزرفار اللي هو قسم هندسه المكامن، وعندنا البتروليوم اوبريشن قسم العمليات، وعندنا البتروليوم برودكشن اللي هو شنو قسم الانتاج. وكل قسم الاقسام هذين كلهن عنده جزء معين من العمل اللي ينهي. على سبيل المثال البتروليوم ريزرفار قسم المكامن، قسم المكامن هذا يتخصص لي في المكمن اللي هو المكان اللي يتجمع فيه النفط، ويحدد لي معدل الانتاج متاعي، ويحدد لي نوعيه النفط متاعي، ويحدد لي استنزاف في مستقبلي والعمليات اللي ندير تحت منه. جو البتروليوم اوبريشن العمليات، او قسم الهندسه، قسم الهندسه العمليات في الهندسه النفطيه. القسم هذا يندرج تحت منه اقسام عديده، اللي هو عندنا قسم الحفر متخصص في عمليات الحفر، والقسم الثاني متخصص لي في عمليات الصيانه المعروفه بقسم الورك اوفر، قسم الواير لاين، قسم السيرفس بروسس اللي هو يتخصص لي في عمليات السطحيه. نجي القسم الاخر البتروليوم برودكشن قسم الانتاج، قسم الانتاج هذا متخصص في الانتاج في العمليات اللي تصير على البير في حد ذاتها، من ناتشرال فلو عمليات تدفق طبيعيه، عمليات الارتفيشال ليفت، اي معده تركب داخل البير ضروري ما تمر على قسم الانتاج. والهندسه النفطيه اقسام مترابطه، يعني كل القسم ضروري يرجع للقسم الاخر. شنو هو الويل الكومبليشن؟ الويل كومبليشن كمفهوم بسيط هو ان نحن الربط بين المكمن وبين المعدات السطحيه للانتاج، والعمليه هذه تتم بين قسم الحفر وتعاونا مع قسم الانتاج. كيف تتم العمليه هذه، او شنو هو الويل كومبليشن بمفهوم اخر؟ عرفنا المفهوم الاول ان الويل كومبليشن هو ربط بين المكمن ومعدات سطحيه للانتاج. نقدر نعرفه بتعريف ثاني اللي هو الويل كومبليشن هو اي عمليه تطبق على البير اثناء الحفر، اي عمليه تطبق على البير اثناء الحفر خلال الطبقه المنتجه، باش نحن نوصلوا النفط امام للسطح. هذا هو الويل كومبليشن كمفهوم عام، ان نحن عندنا المكمن فيه نفط، وبين السطح والمكمن يقدر الى 10000 قدم، فعليه نحن النفط هذا اللي بنوصله بامان للسطح. لابد ان نحن البير هذا لبنوه بطريقه كويسه وتنزل فيه المعدات بطريقه كويسه، باش النفط نتاعي يوصل بامان، ونقدر نتعامل مع المكمن بشكل امان، ونقدر ننتج بشكل صحيح مستقبلي. اهداف الويل كومبليشن، شنو هو اهداف الويل كومبليشن؟ اول حاجه، اول هدف اللي هو توصيل اتصال بين المكمن والسطح، بحيث ان انا نقدر ننتج النفط نتاعي بشكل امن. ندير عمليه قناه توصيليه بين المكمن اللي هو الريزرفوار اللي فيه البترول، تمام، والسطح، ندير ممر امن يمشي يوصل فيه النفط نتاعي. ثاني هدف من اهداف الاستكمال، يوفر لي قناه توصيليه لعمليه المعالجه. عندنا البير نتاعي لقدام، وان شاء الله حنتطرق باذن الله في المنهج نتاعنا حاجه اسمها ويل ستيموليشن. الويل ستيموليشن هذا تحفيز للبير، التحفيز هذا الاستكمال للبير يوفر لي قناة توصيلية باش تتم عملية التحفيز. ثاني هدف من أهداف الويل كومبليشن عزل الطبقة المنتجة عن باقي الطبقات. معناه عندنا الكلام هذا شنو مقصود؟ مقصود أننا النفط بعدنا نحفر طبقات الأرض، طبقات الأرض هذينا ما فيهاش نفط بس، فيها طبقات فيهن مية، فيهن طبقات فيهن نفط، طبقات فيهن غاز، طبقات فيهن غاز غير مرغوب فيه سبب لي مشاكل، فعليهنا النفط هذه بننتجه نفط بروحه بس، تمام، باهي. شنو ندير؟ نعزل الطبقات هذه، كيف نعزل الطبقات هذينا؟ نعزلهم بطرق وعمليات حناخذوهم ان شاء الله في المنهج بتاعنا، لكن نعرف تو ان من ضمن اهداف الويل كومبليشن ان الطبقه المنتجه يحميها ليا، تمام؟ ويعزلها هي عن باقي الطبقات المزعجه في المكمن. رابع هدف من اهداف الويل كومبليشن اللي هو يحمي لي المكمن بتاعي، ويحمي لي
البيرة متاعي من الطبقات الغير متناسقة. على سبيل المثال طبقات الكلي وطبقات الساند ستون، هذين كلهم طبقات غير متناسقة. فعليه لو أنا حفرت وما درتلهش الطبقة هذه، ما درتلهاش أي عملية من عمليات الاستكمال، بعد فترة الطبقة هذه حتنهار علي، بتنهار علي نلقى أنا البير عندي شنو؟ نقعد عندي في مشاكل، نبقى ندير في حلول أخرى في الغنى عنها. آخر هدف من أهداف الول كومبليشن اللي هو يوفر لي قناة توصيلية لقياس معدل الإنتاج، لقياس الضغط، لإجراء أي عمليات اختبار داخل البير. طبعا انا بعد نتم عمليه الاستكمال نبي نشوف معدل الانتاج نتاعي كيف نشوفه. لو انا ما مش مركب معدات من معدات الويل كومبليش، انا ما نقدرش ندير قياس معدل الانتاج. نفس الفكره نبي نقيس انا الضغط نتاع البير نتاعي، لو انا ما عنديش مركب معده من معدات الويل كومبليشن ما نقدرش نقيس الضغط نتاعي. نفس الفكره بعد مدير الاختبار، مدير براشر بالدب دي اس تي، مجموعه من الاختبارات الاخرى بعدنا نبي نديرهم، ضروري يكون عندي معدات نزلات داخل المعدات هذين او من يوفرها لي توفر لي عمليه استكمال البير. يعني هيك عندنا انا مجموعه من الاهداف متلخصه في 5 اهداف مهمه، اللي هن هذين كلهم يوفر لي الويل كومبليشن باش انا البير نتاعي يعيش معي اطول مدى. شنو هن عمليات الويل كومبليشن؟ الويل كومبليشن او استكمال البير عنده مجموعه من العمليات. اول عمليه واهم عمليه تتم في الويل كومبليشن اللي هو عمليه تنزيل وتثبيت البرودكشن كيس. هناخده توا حقيقة توا نبدأ بسيط عن البرودكشن كيسينج. البرودكشن كيسينج هو عبارة عن انبوب معدني مغلف يغلف للبير، كيف ما موضح قدامنا هنا في الصورة. هوا هذاهي، هذا انبوب معدني. الانبوب معدني هذا ينزل داخل البير، هذا حفرة محفورة، هذا هول حفرة محفورة داخل الأرض. يتم تنزيل البرودكشن كيسينج، طبعا الكيسينج هذا مجموعة من الأنواع هناخذوهم إن شاء الله. يتم تنزيل البرودكشن كيسينج باهي، بعدها يتم ضخ السمنت زي ما موضح قدامنا في الصورة. ناهي يتم تنزيل السمنت وضخها داخل البير باش يثبت الكيسينج في داخل البير. شنو وظيفة الكيسينج؟ أهم وظيفة للكيسينج يحميني البير من الانهيار، يحميني البير من لو أنا مش منزل الكيسينج. نفرض أن عندنا الأنبوبة هذه مش نازلة، تقعد عندنا حفرة مجوفة عادية أوكي تنتج منها، ومراتك ما تنتجش منها 99% مش هتنتج منها. ليش؟ لأن يجد الطبقة مش متحملة شيء، طبقات ناعمة، ثقل الطبقات وعملية الحفر يصير على البير حينهار عندي البير. ليش؟ لأن ما فيش دعامة تدعم لي البير، تشد لي ويقعد مدعوم. لكن أنا ننزل في الكيسينج باش الكيسينج يدعم لي البير. فذلك نضخنا في السمنت. شنو وظيفة السمنت؟ وظيفة السمنت أهم وظيفة من وظائف السمنت، وظيفة رئيسية، أنه هو يثبت الكيسينج في الجدار متاع البير، يثبت الكيسينج في الجدار متاع البير. وحتى هو حنضطر قوله وعنده شابتر بروحه وحسبة ثانية بروحه. ثاني عملية من عمليات والكمبليشن رانينج برودكشن تيوبنج، تنزيل انبوب الانتاج. تنزيل انبوب الانتاج، هذا عندي نابير نزل له كيسينج، هذا كيسينج والكيسينج ثابت بسمنت. تو انا ننزل هيك شنو ننزل؟ هذا موضح قدامنا تيوبنج انبوب. الانبوب هذا الغرض الرئيسي من الانبوب ننتج منه، من اسمه برودكشن تيوبنج، ينزل داخل الكيس، ينزل داخل الكيسينج. الفرق بينه وبين الكيسينج ان الكيسينج انبوب ينزل داخل البير ويثبت بالسمنت ومعاش نقدر نحوده، قاعده نحطوها في روسنا ان احنا اول ما ننزله الكيسينج خلاص يثبت في البير بسمنت، معاش نقدر نحوله. اللعب العكس التيوبنج، التيوبنج نقدر ننزله امتى ما نبي ونقدر نسحبه امتى ما نبي. تمام. عمليه اخرى من عمليات الويل كومبليشن هو البرودكشن باكر انستليشن، تركيب معده البرودكشن. معده البرودكشن الواضحه قدامكم عباره عن معده تنزل داخل الول داخل البير. المعدة هذه تنزل بين التيوبنج وبين برودكشن كيسينج. الغرض عندها مجموعة من الأغراض، لكن أهم غرض عندها أنها تعزل لي فراغ الحلقي بين الانبوب الانتاج وبين الكيسينج، بين البرودكشن تيوبنج وبين الكيسينج. حتى هي عندها محاضر شابتر ثاني خاص بيها حنتعرفوا عليها وعلى أنواعها وعلى الوظائف اللي تديرهن أو توفرهن لي. البرفوريشن التثقيب، هذه عملية مهمة وعملية خطيرة ولا نستحق لها في الويل كومبليشن. الغرض من التثقيب أن توفر لي قناة ننتج منها النفط، زي ما موضح الصورة قدامنا أن البرفوريشن هو عبارة عن طلقة تخترق الكيسينج وتخترق السمنت وتخترق الطبقة المنتجة. الغرض منها أن تزيد لي من تدفق النفط متاعي، الغرض منها تزيد لي من تدفق النفط متاعي. النفط متاعي منين؟ من الرزرفوار للويل بور، من الرزرفوار إلى الويل بور. ولا بدنا نعرف مصطلحين مهمين. المصطلح الاول اللي هو كلمه ول، بعد تسمع كلمه ول معناها بير، يعني بعد يقول لك ول معناها بير، معناها بير من بدايته
النص نهاية تعبير مش محدد لك، لكن بعد يقول لك والبور، مصطلح قدامنا هذا والبور معناها قاع البير، قاع البير. نفرق بين كلمة ول بروحها وبين كلمة شنو والبور. ول معناها تحكي لي على البير بصفة عامة، والولبور تحكي لي على القاع متاع البير. عملية أخرى من عمليات الول كومبليشن هي ساند كنترول، التحكم في الساند. شنو هو الساند؟ الساند اللي هي الرملة يا شباب، الساند المقصود بها الرملة. الرملة عندها مجموعة من المشاكل، الرملة بالذات بعتقد الرملة سوفت ناعمة تسبب لي مشاكل. الساند كنترول اللي هو التحكم في الرملة، طبعا الرملة بعتقد ناعمة والنفط متاعي نقد ما عندي الريزرفوار متاعي مترصب او متكون من ساند ستون، يعني ساند ستون ريزرفوار مكمن حجر رملي، وتقعد الرمله هذه سوفت ناعمه، حيقعد البير وهو ينتج النفط متاعي وانا نقد ننتج فيه، حيقعد يطلع لي ما في شنو فيه رمله. الرمله هذه حتسبب لي مشاكل كثيره، ابرز مشكله اعاقه في الانتاج، تقلل لي معدل الانتاج لانها تسكر لي قاع البير. ثاني مشكله رئيسيه تسببها لي ان هي شنو تدير لي تعطيل في المعدات اللي هن التيوبنج، وسبب لي تعطيل في المعدات زي الباكر، وسبب لي تعطيل في المعدات السطحيه اللي هن السبريتر والبامز الى اخره. نجوا العمليه الاخيره اللي هي الاستيموليشن. العمليه هذه على حسب البير نتاعك وعلى حسب الماكمن نتاعك، مرات مستحق لها ومرات ما نستحقلهاش. والستيموليشن المعروفه هي عمليه التحفيز، يعني تزيد لي في معدل الانتاج او تزيد لي من نفاذيه شنو الطبقه نتاعي. هذين مجموعه من العمليات اللي هي اول عمليه من عمليات الويل كومبليشن اللي هي Running and Cementing Production Casing، تنزيل وتثبيت الكيسينج. وقلنا الغرض الرئيسي من العملية هذه أنها تدعم لي البير، لأن البير أنا بنحفر توصل بي الأعماق إلى 3 كيلو ما يعادل 10,000 قدم. ضمن العمليات اللي هي Running Production Tubing، تنزيل البرودكشن تيوبنج. وقلنا الغرض منها البرودكشن تيوبنج أني أنا البرودكشن تيوبنج النزلة باش نبقى ننتج منها، والبرودكشن تيوبنج الفرق بينه وبين الكيسينج أن الكيسينج ينزل قطرة عريض وينزل داخل البير، الغرض منه دعم البير. والبرودكشن كيسينج فات فيه نزال في البير حيثبت بسمين دو معاش نقدر نحوده، لكن برودكشن تيوبنج ريتريفبل. شو المقصود ريتريفبل؟ قابل للاسترجاع، يعني نقدر نفكه متى ما نبي ونقدر نغيره كيف ما نبي. تمام. العملية الأخرى الثالثة هي برودكشن باكر انستليشن، تنزيل معدة الباكر اللي قدامنا هذه. معدة الباكر هذه الغرض منها يدير لي عزل الفراغ الحلقي بين برودكشن تيوبنج والبرودكشن كيسينج. عملية أخرى اللي هي برفوريشن، عملية التثقيب، وعملية هذه قلنا عملية خطيرة ومهمة، والغرض منها أنها عبارة عن طلقة ينزل مسدس بالوير لاين داخل جن، ندير عملية رن جن داخل الويل بور، وبالجن هذا يطلق لي رصاصة، الرصاصة هذه تطلع تخترق السمنت. باش تنجح العملية هذه ضروري توفر عندي 3 شروط. الشرط الأول رصاصة تخترق الكيسينج وتخترق السمنت وتخترق الطبقة المنتجة باش يتم عندي انتاج بكميات كبيرة. 3 شروط رئيسية وتنجح العملية هذه نعتبرها ان عملية ناجحة، نزلوا جن يخترق الكيسينج ويخترق الطبقة المنتجة ويخترق السمنت، 3 هدف لدينا. عملية اخرى هو ساند كنترول، تحكم في الساند، لان الساند هذاي بعد تقدر الريزرفوار نتاعي في الساند ستون ريزرفوار سوفت ساند ستون ريزرفوار اللي هو ريزرفوار طبقته هشة او طبقته ناعمة، حيقعد النفط وهو ينتج وحينتج معها ساند. الساند هذاي حيسكر لي قاع البير، نتيجة لتسكير قاع البير حيقل عندي انتاج. في نفس الوقت وهو ناثر النفط راقي معايا فوق للسطح، الساند النفط حيرقي معاه ساند للسطح، حيدير لي مشاكل او اعطال في على سبيل المثال عملية ايروجن في البرودكشن تيوبل، حيدير لي عملية ايروجن في الولهد في الصمامات بتاعت الولهد حيعطيني اللية، حيدير لي عملية ايروجن في البام انت السطح نتاعي. اخر عمليه العمليه ستيموليشن عمليه تحفيز، انا ندير فيها العمليه هذه بسبب اني انا نزيد من نفاذيه الطبقه او نزيل بقايا الشوائب او العوائق اللي تكدست من العمليات السابقه، زي نزيل بقايا السمنت، نزيل بقايا على سبيل المثال نزيل بقايا السمنت، ونزيل بقايا عمليه التثقيب. عمليه التثقيب وقت ما الرصاصه تخترق تطيح الرايش نتاع الفتات نتاع الكيسينج وتطيح الفتات نتاع السمنت، فعليه الفتات هذاه هنا نحوله او نذوبه بعمليه شنو الاستيموليشن. نجي لعمليه اخرى اللي هي تركيب الكريسماس تري، تركيب معده الكريسماس تري. معده الكريسماس تري هذه معده سطحيه، هي مجموعه من الصمامات تركب على السطح. طبعا حنفرقوا بين حاجتين، فرقوا بين معده الكريسماس تري وبين معده الولهد. معده الكريسماس تري ومعده الولهد، الولهد
يركب طول مجموعه من الصمامات، يركبان طول على طول وين؟ يركبان في الكيسنج. الكريسماس تري على السطح ويركب وين؟ في الويل هيد. شنو وظيفه الكريسماس تري؟ الكريسماس تري الوظيفه بتاعها ان هي نقدر تحكم لي في معدل الانتاج، نقدر عن طريقها ننزل الكيبل بتاع الوير لاين، نقدر عن طريقها ننزل الجيج باش نقيس الضغط نتاع البير نتاعي. نزول عنواننا الاخير اللي هو الاعتبارات المطلوبه مستقبليا للويل كومبليشن. الاعتبارات الاربعه هذين نحطهم في الاعتبار ونحطهم في الخطه الرئيسيه لعمليه شنو؟ تخطيط لعمليات الاستكمال. اول عمليه اللي هي ارتفيشال لفت، العمليه هذه اول ما انا البير نحفره يتم انتاج البير بتدفق طبيعي لكن يقل تدفق. نستحق هنا ننزل معدات الارتفيشال لفت. ارتفيشال لفت مجموعه من الطرق تحتوي على مجموعه من المعدات يتم تنزيلها داخل البير باش يتم الانتاج بالطرق الصناعيه. ثاني اعتبار اللي هو السكندري ريكفري. السكندري ريكفري هذاي بعد ما يقل الضغط عندي في الريزرفوار يتم استخلاص بواسطة السكندري ريكفري استخلاص ثانوي. وتريشري ريكفري هو طبعا السكندري ريكفري يحكي على الانجكشن، طرق الانجكشن يا اما ووتر فلادنج يا اما غاز انجكشن، يا اما ووتر فلادنج او غاز انجكشن. التريشري ريكفري هو معروفه بالاي او ار طبعا مجموعه من الطرق، يا اما ضخ غاز سي او 2 يا اما ضخ غاز النيتروجين يا اما استخلاص بواسطه ضخ البوليمر. اخر شيء اللي هو فاينال ابندمنت طريقه الهجره بتاعت البير بعد ما تم عندي شنو استنزاف البير عشان نقدر ننتج منه. اخر شيء عندنا في المحاضرة الأولى هذه اللي هي الهومورك 1. الهومورك عندنا سؤالين، اللي هو السؤال الأول define the will completion، عرف ال will completion. السؤال الثاني what are the objectives of will completion، ما هي أهداف ال will completion. موفقين إن شاء الله.